المهمة ما كانتش سهلة، 3000 مشارك باش تختار منهم 48 3403 خذي اكزاكتومون الحساب صافي مزيان. انا اختارينا منهم 300 ديال المشاركين اللي جاو للبربدة استدعيناهم، هذوك 300 حطينا 65 اللي هي اللي شاركت في البريمات الأولى، ودي تبارك الله فيهم أصوات كثيرة. هذي قال نعمان قبيلة لو بيت سيتي دافوار لي ميور فوا، باش نقول اون فرونسي باسكو جو سي كيا فريس فرونسيز أوسي إنترناسيونال جيسبيغ، إي لو فرونسي تي لونغ ماروكين. Alors, donc, l'idée c'était de proposer les meilleures voix du Maroc, du jury, en même temps pour choisir le meilleur, pour les mettre aussi un peu en difficulté. C'est la ville à qui tu as acheté ta jalib, le studio de Zen, au Starlight, tu nous le feras, tu nous le diras, tu nous le disais, tu nous le feras dans la neige. Ouais, le fait que bien, il y en a, il y a un climat qui a été dit à la mienne. ومعروفة، دونك هي دي كود جوردي كي شانجي. دونك اليوم الحمد لله حنا خصنا نكونوا فخورين وفرحانين بهذا البرنامج، بهذا النيفو هذا يدار في بلادنا. دونك سي تري امبورتون بوغ موا دي اسيستي، اي سي توجور بون دو فير اون بروميير. فعلا، شكرا لك سي نبيل. الله يوفقك. لم يزل ولدي هالطريقة اللي قلتي لي استاذ الخالدي، واش ما كتشوفش انه فيه نوع من العشوائية؟ لانه مشيتوا عن طريق البعض اللي كانوا في الاستوديو هذا، كاينين شباب شيئا ما الفقر ما فحالهمش، ولكن طاقات تم الاقبار ديالهم انهم يشاركوا في هذا البرنامج. لا احنا ما عندنا علاقه بالدول العربيه، لان الدول العربيه من غير واحد الدول اللي تيفكروا فينا احنا، ولا الا اشتهتوا واحد المساله، راه عمر شي مغربي ما نجح، عمر شي واحد ما خدا فينا فينال. كانوا اللي دازوا البوريقي داز، كانوا اللي دازوا عندنا حنا. وين البوريقي ما غناش؟ في داز ما غناش مغربي، ما غناش انا بالنسبه لي. البوريقي تيغني المغربي؟ لا ما تيغنيش مغربي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تنتواجدوا في المكان اللي خرج فيه الإعلان عن برنامج عدد كبير من المغاربة غادي يتبعوه، هو برنامج ستار لايت، ياك ستار لايت أستاذ، ستار لايت أستاذ الخالدي. موسوعة بطبيعة الحال في الموسيقى، كانت عنده أصعب مهمة، 4000 تقريبا ديال الناس اللي شاركوا، وفي الأخير اختاروا 60. هذه المهمة الصعبة اللي كانت عنده، المنهجية الاشتغال، الطريقة اللي اعتمدت عليها القناة الثانية، هي موضوع النقاش. غنشوفوا الأمور على أستاذ الخالدي. أستاذ الخالدي، هذه المهمة اللي كانت عندك، الاختيار وهي مسؤولية الشباب، مسؤولية كبيرة، ما كتشوفهاش بأنه صعيبة 4000، وأنت وحتى ليكيب اللي كانت معاك بطبيعة الحال هي واصلة، ولكن هما الأساتذة اللي غادي يحكموا في الأخير كان لهم وزن ثقيل بالتجربة ديالهم. واش ما كتشوفش أنك كنت في مغامرة كبيرة؟ كنت في مغامرة، ولكن تعجبني المغامرات، لأن ماشي أول مرة تنكون ديريكتور دو كاستينغ. سبق لي كنت في برامج أخرى في فرنسا أو في تونس، دونك كنت ديريكتور دو كاستينغ. غير هو الفرق شحال هذيك كانت تكون واحد لو كاستينغ على شكل قافله، كانت تدور عبر المغرب وحتى في اوروبا، فرنسا وفي بلجيكا وحتى في كندا واحد المره. وهذا العام مع الكوفيد، مع واحد العدد ديال المسائل، طلبنا غير لي كونديدا يصيفطوا لنا هما دي فيديو ديالهم، مع دابا لي جون تبارك الله كلهم هذيك السوشيال ميديا ومع هادشي، دونك كلشي طول مون سيفير اون فيديو، دونك صيفطوا لي فيديو. ومن غير الناس اللي صيفطوا زعما فولونتيرمون، عيطنا لواحد العدد ديال الناس اللي هما دي باترون ديال دي ستوديو، ولا خدامين في لي راديو، ولا خدامين دون دوت بلاطو، تيسماو دي شاسور دو تيت، تيعرفوا اسماء اللي هما ناس مغنيين سومي بروفيسيونيل، ولا غير جاو سجلوا شي نهار شي قطعه وما تحش لهم الفرصه باش 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 يبانوا. دونك عيطنا لذاك الناس وصيفطوا لنا واحد العدد ديال لي كونديدا، ومن هذوك لي كونديدا صابوا اصوات جميله بزاف. اي دونك بحال اللي قلتي، كانت اكثر من 3400 كانديداتور، منهم انا كان خصني نشوفهم كلهم، لان اللي كان صعيب في هادشي هو تخاف يمشيك شي واحد من هذوك 3400 يكون شي صوت زوين وما تشوفوش. دونك كان خصني نشوفهم كلهم ونقيد كل واحد اش يدير وشنو هو الشكل ديالو. وكانت واحد الظاهره اللي هي جديده وجميله انا بالنسبه ليا، هما ان واحد 80% ديال الشباب كلهم تيغنيو الاغنيه المغربيه، هاد كون ابيل لا بوب ميوزيك، هاد الاغنيه الجديده ديال حاتيم وديال سعد وديال اسماء اكسيتيرا. لان شحال هادي في ذاك الكارافان كنا كثير شي، الاكثريه ديال الشباب المغاربه تيغنيو الاغنيه اللبنانيه او المصريه، وهادشي ما بقاش.
وانا 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 انا فرحان بهذا 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 القضيه هذه. الحمد لله كلهم جاوا كلهم غناوا، ومن 1940 بقات لنا 65 هي اللي جات دير البرايمات الربعه الاولى. سي ان كاستينغ دوفون دوفون جوري، هما اللي هالطريقه اللي قلتي لي وصل الخادي. واش ما كتشوفش انه فيه نوع من العشوائيه لانه مشيتوا عن طريق البعض اللي كانوا في الاستوديو هذا؟ كاينين شباب شيئا ما الفقر ما فحالهمش، ولكن طاقات تم الاقبار ديالهم انهم يشاركوا في هذا البرنامج. لا، هي الشباب اللي احنا عيطنا للاستوديو ولا شي حاجه، ما فيه حتى شي عشوائيه، لان سي ان طرافاي دو بروفيسيونيل. ثانيا راه كان واحد كانت واحد لانونس عبر الشاشه وعبر لو سيت ويب للناس اللي تيحس بلي عنده طاقه يسجل اون فيديو غير في التليفون ويصيفطها لينا، وتوصلنا بواحد 2000 ديال الناس اللي هما ما عندهم حتى علاقه لا بالاستوديو لا بالبلاطو غاديو لا حتى بشي حاجه. دونك واحد العدد ديال الناس، الاكثريه راهم ناس غير من جميع انحاء المغرب. 4000 اختاريتو 65، هذاك لو غيست الباقيه ما بقاش فيك شي واحد فيهم السي الخالدي عرفتي طاقه لا الطاقات كلهم جاو. خصك في هذاك 4000 راه كاين واحد 1000 اللي ما تيغنيوش، راه غير تيقول علاش ما نشاركش انا، وفهمتي؟ وهذا هو الصعوبه السي الخالدي. المهمه ان في هاد 65 كتقول هذا الطوب ديال المغرب، ديال المغاربه اللي في المغرب وخارج المغرب، يعني مساله صعيبه. لا ماشي الطوب ديال المغرب، الطوب في هذوك الناس اللي صيفطوا لينا سان غينا فواغ، لان الطوب ديال المغرب يمكن يكون فيه. اش اللي صيفطوا لكم؟ راه قلتوا انتم فتحتوا الباب والناس كيتواصلوا معكم. اه سي سا، اي دونك في داك الشيء اللي توصلنا هذاك 65 من احسن ما كاين في داك 3000، ماشي ديال المغرب كلهم، لان المغرب يمكن راه فيه واحد 15000 واحد تيغني. تنظن لان اول تجربه والناس يمكن ما عارفينهاش، ويمكن واحد عدد الناس يمكن كانوا تقولوا هذا غير استوديو دوزيم معاود واحد في شي طريقه اخرى. يمكن تنظن انا بين العام الجاي ان شاء الله اذا كانت دوره ثانيه غادي يكون واحد العدد كبير ديال المشاركين، ويمكن تكون طريقه اخرى، يمكن تكون قافله يمكن جديده ان شاء الله. نتمنى والله ما تكون لا كوفيد لا كورونا لا حتى شي حاجه اللي تمنعنا باش نسافروا ونتلاقاو مع الناس. عندي معك سؤال اخير، هو غادي نشوف معك بحكم ان لك تجربه في برامج دوليه، غادي نشوفوا البرامج الاخرى اللي كانوا فيهم دول عربيه ودائما كان المغرب توب كيوصل لواحد النيفو وانت تبعتيه في دو فويس مجموعه بالبرامج. نتوما ملي درتوا تبارك الله هذه الخطوه دي ما شاركتوش دول عربيه باش تكون واحد روح المنافسه، علاش؟ لا احنا فتحنا هاد ستارلايت غير للمغاربه فين ما كانوا عايشين، سواء في المغرب. وما تكونش منافسه دوليه مع دول عربيه؟ لا، غير اما الناس اللي قاطيني العلو المغاربه في هادشي. لا احنا ما عندنا علاقه بالدول العربيه، لان الدول العربيه من غير واحد الدول اللي تيفكروا فينا احنا، ولا الى شاهدتي واحد المساله راه عمر شي مغربي ما نجح، عمر شي واحد ما خدا لا فينال، ديما تيتقصى اما في الدومي فينال ولا في الكارد فينال ولا شي حاجه. حتى في لي دويل سوفون كانوا اللي دازوا، البوريقي داز، كانوا اللي دازوا عندنا. وين البوريقي ما غناش؟ فيداز ما غناش مغربي، ما غناش. انا بالنسبه لي البوريقي تيغني مغربي؟ لا ما تيغنيش مغربي، البوريقي عندنا بعدا في استوديو الزام، فهمتي؟ انا البوريقي تنعرفو اكثر من يمكن من اي واحد. البوريقي داز لان تيغني المشاحات، فهمتيني؟ حنا بغينا برنامج مغربي، تكون الاغنيه المغربيه هي اللي باينه، ويكون نجم مغربي. والمباراه كانت تحلت في الاول لجميع الناس اللي قاطنين في المغرب كلهم، سواء افريقيين او ناس اللي هما من دول عربيه واللي ساكن في المغرب، والمغاربه اللي عايشين خارج المغرب. النموذج اللي شفنا الان ديال هذه التجربه او اللي كيتسمى يعني لقطات من 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 البريباراسيون ديالكم، سمعنا غنى غربي، سمعنا هذا الشيء تاهم. انت كتلحن الاغنيه المغربيه وحنا سمعنا شباب تيغنوا الغنى ديال الغرب، ديال فرنسا، ديال دول ديال الراب. المغاربه تيغنيو كل شيء، حتى الهنديه تيغنيو بها، راه كاين واحد الكوندي دابا سمعوا تيغني بالتركيه وتيغني جميل بالتركيه. ولكن انت قلتي تولي الاغنيه المغربيه. المغربي خصو يكون مغربي، ماشي الاغنيه المغربيه، ما عمرني ما قلت الاغنيه المغربيه، خصو يكون مغربي في المغرب. أستاذي شكرا لك، تنتمنوا لكم التوفيق في هذه المهمة. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا الأستاذ الخالدي اللي كان هو مشرف وكان في مهمة جد صعبة، ولكن الطريقة والمنهجية الاشتغال في هذا الموضوع موضوع النقاش، الرأي العام له الحق في التعقيب بطبيعة الحال. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.